صباح النور، صباح النشاط، صباح القهوة. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير هانين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الروتين ديالي اللي كنديرو في الويكاند، شنو كندير فيه، في كنمشي. المهم الا كانوا كيعجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديو قولوها لي في الكومونتير باش نبقى نحط لكم منهم. وغادي تشوفوا معايا شنو غادي ندير في هذا النهار هذا كامل. بقاو معايا حتى الاخير وبالصحه فطوركم. اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندوز نصب الغدا ديالي هو الاول. ودابا نشارك معكم اللحم بالرز. بالنسبه للرز كنستعمل انا بسماتي، كيجي غزال في المذاق واخا الثمن ديالو شويه غالي، ولكن الصراحه بنين يستاهل. و المهم بالنسبه للمكونات غادي نقولهم معكم وانا في نفس الوقت كنحطهم. عندي هنايا اللحم قياس اللي بغيتو، عندي هنايا واحد البصله مشلطه، ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه، غادي ندير هنايا القزبر، عفوا المعدنوس، غير المعدنوس بوحدو. هنا عندي جوج مطيشات صغار محكوكين، الا عندكم مطيشه كبيره ديروا غير وحده. وغادي نزيد جوج معالق صغار ولا معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. بالنسبه للتوابل غادي ندير راس معلقه ديال سكينجبير، ما تكثروش منه. غندير تحميره تقريبا معلقه صغيره، غادي ندير رشيشه ديال القرفه، غير رشه كما عارفين القرفه كتواتى مع اللحم. غادي ندير الخرقوم البلدي اللي كتستخدم الملون تقدر تستخدمه، ولكن ما كنصحش به الصراحه، من الافضل الخرقوم البلدي. غادي ندير البزار وطبيعة الحال الملحه والزيت. انا يا الزيت كنخلط، كندير شويه روميه وشويه بلديه. نديروا الملح شويه بزايد على حساب الرز. صافي كما قلت لكم غادي نضيف شويه ديال زيت العود مع زيت الزيتون. صافي غادي ندير هادشي هذا كامل اللي كيتشحر، كيتشحر بعدا اللحم مع البصله مع التوابل هذه كامله. ومن بعد غادي نزيد ليه الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه اللحم ويطيب ليا فيه حتى الرز. ومن بعد غادي نضيف ليه الرز القياس اللي بغيتو على حسب عدد افراد الاسره. المهم شارك معكم واحد البطبوط كيجي بالحليب، كيجي رائع وحشيش ما تشبعوش منه. المهم بالنسبه للمكونات انا غادي نعبر بالكاس، وهذا الكاس هذا غادي نستخدم فيه العبارات كاملين. المهم هنايا عندي كاس ديال الحليب دافي، وبنفس الكاس غادي ندير كاس ديال الماء دافي. ودابا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره الفويه. بالنسبه للكاس اختاروا شي كاس كيكون كبير اولا ديروا زلافه. المهم انا غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره الفويه، وغادي ندير معلقه كبيره ديال السكر، وبنفس الكاس غادي نزيد دقيق الفينو، سميد الفينو عفوا، سميد الرقاقة، وكاس ديال الدقيق. بالنسبه للمجموع ديال الدقيق غادي نحتاجو 3 د الكيسان من هادو، اولا درتو العبار ديال الزلافه غادي ديروا 3 ديال الزلايف. المهم دابا غادي ندير غير كاس واحد، غنخلط هادشي هذا حتى يخمر. تفعل ليا الخميره مع السكر، ومن بعد غادي نزيد نضيف جوج كيسان اللي بقاو. بعد ما داز تقريبا 10 ديال الدقائق كما كتشوفوا كيفاش تضاعف شويه وخمر، دابا غادي نديرو التعجين وغادي نزيد عليه الكميه ديال الدقيق اللي باقه، قلنا باقي جوج ديال. صافي دابا غادي نحيدها. كيفاش القوام ديالها كيجي؟ خاصها تكون خفيفه ما تكونش ثقيله.
صافي غادي نغطيها دابا ونخليها الخمر الخمره الثانيه ونطلقوا من بعد. العجينه ديالي خمرات مزيان وضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو للتشكيل ديالها. قبل غادي نرش سطح الامان بشويه ديال الطحين مخلط مع الفينو. كما قلت لكم العجينه بلاتي نفزك شويه يدي بالماء، غادي نبقى نفزك يدي بالماء باش ما يلصقش لي العجينه في يدي. غنبقى نجمع العجينه غير بحال هكا، ماشي ندلكها، غير من الفوق باش نقادها. صافي ودابا غادي ندوز باش نجمع شويه الدار ونسيقها بسيقه خفيفه حتى الدار باقا نقيه، يعني ما منسخاش بزاف، غير داك الروتين اليومي ديال التسييق. كما كتشوفوا هنايا بديت كنجمع في البلاصه في كناكلو، نفضتها من الغبره ونفضتها من البقايه ديال الماكله. راكم عارفين مع البنيه صغيره ولا حتى حنايا ملي كنبقاو ناكلو راه كيطيح داك الفرتيل ديال الخبز فوق الفراش. والو البنات منشقه لتمارة دابا شاده الطريق. ساليت شغلي على بكري وتغدينا على بكري، قلنا علاش لا ما نمشيوش نبدلو الجو شويه نخرجوا البنيه تفوج. لقيتونا دابا غادي للسعيديه غادي ندوزو فيها هاد العشيه هادي، وهانتوما معنا فين ما مشينا هانتوما معنا، وخليكم مع الفيديو. الحمد لله وصلنا البحر بخير على خير. صراحه كان البحر مازال خاوي ما عامرش بزاف، واخا راه الويكاند ولكن الحمد لله كان خاوي ما عامرش حتى البحر، يعني هذا ما فيهش الامواج والمنظر غزال.
في هذا الوقت هذه كيكون عامر بزاف، وكتحب الجاليه المغربيه كيجي كتكون الدنيا عامره وغزاله. غير البنات لقيتونا جينا لواحد القهوه مقابله مع البحر، صراحه غزاله في المنظر فيها رائع، ما تسخاوش بالجلسه فيها، ولكن للاسف قرب الوقت باش نمشيو. الواحد ما كيسخاش بهذه الاجواء صراحه، ولكن ما فيها باس الواحد مره هكا في الاسبوع ولا جوج يخرج يبدل الجو باش يرجع بطاقه ايجابيه وبنشاط ويقدر يكمل المسيره ديالو في الحياه هذه. ما بقى لينا والو.